السلام عليكم. ان شاء الله هنكمل حل كتاب نيوتن اولى ثانوي الترم الثاني. هنمتحن النهارده الامتحان رقم 11 و12. هنشوف اول سؤال في الامتحان رقم 11: قوه التجاذب المادي بين جسمين تتناسب تناسبا عكسيا مع مين؟ قانون الجاذب العام بيقول لك ان القوه المتبادله بين جسمين تتناسب تناسبا طرديا مع حاصل ضرب الكتلتين، وعكسيا مع مربع البعد بين مركزيهما، وعكسيا مع مربع البعد اللي هو المسافة، مربع المسافة بين الجسمين، فتبقى الإجابة رقم ب. السؤال اللي بعده: جسمين كتلتهما M1 وM2، المسافة بين مركزيهما R، قوة التجاذب المادي بينهم F، فلو زادت كتلة الجسم الثاني للضعف وقلت المسافة للنص تصبح القوة ايه؟ نكتب قانون القوة: ثابت الجذب العام في كتلة الأول في كتلة الثاني على الار تربيع على مربع المسافة اللي بين الجسمين. ايه اللي حصل لثابت الجذب العام؟ ما حصلش حاجة، فاحفظ مكانه بواحد. ايه اللي حصل للكتلة الأولى؟ ما حصلش حاجة، فاحفظ مكانها بواحد. طب ايه اللي حصل للكتلة الثانية؟ الكتلة الثانية زادت للضعف، فاحفظ مكانها باتنين. طيب والبعد بينهم؟ قلت المسافة للنص، فدي مسافة هكتبها نص ولا اكتبها نص كل تربيع على اساس ان دي ار تربيع؟ يبقى عندك في البسط 2 وعندك في المقام ربع، 2 على ربع تبقى 8، يبقى القوة هتزداد لتمن امثالها، هي كانت اف فتصبح 8 اف. كوكب افتراضي كتلته، يبقى كتلة الكوكب نص كتلة الأرض، نصف كتلة الأرض، ونصف قطر الكوكب أر كوكب ضعف نصف قطر الأرض. عايز عجلة الجاذبية على الكوكب قد إيه من عجلة الأرض؟ عايزني أنسب عجلة الكوكب لعجلة الأرض. طيب هو قانون العجلة اللي هي شدة المجال عبارة عن ثابت الجاذب العام في إم كوكب على الأر تربيع. لو أنا عايز أعمل نسبة لجي أرض لجي كوكب، النسبة عجلة الأرض وعجلة الكوكب، لما أجي أعمل نسبة مش هعملها بثابت الجاذب العام لأنها ثابتة في الاتنين، فلما أجي أكتب القانون هتختصر مع بعض، هعملها بالكتلة والآر تربيع، بس الكتلة طردي والآر تربيع عكسي، يعني قدام جي أرض أكتب إم أرض، وقدام جي كوكب أكتب إم كوكب، وبكده أبقى رصيت الإم طردي. اما الار قدام جي ارض اكتب ار تربيع كوكب، وقدام جي كوكب اكتب ار تربيع ارض، مع علاقة عكسية بين جي والار تربيع. تمام، تعالوا بقى نكتب النسب دي. كتلة الارض على كتلة الكوكب، كتلة الارض على كتلة الكوكب، ده على ده ما ترجعش فاضي. ايه المعامل هنا؟ واحد على نص، واحد على نص، تبقى عندك النسبة 2 لـ1، واحد على نص. تمام، طيب والآر كوكب تربيع على آر أرض، آر كوكب على آر أرض 2 لـ1، بس هنربعها تبقى 4 لـ1، يعني النسبة هتبقى 8 لـ1، يبقى جي أرض على جي كوكب هتبقى 8 لـ1. عايزين نعرف جي كوكب، بقولك ايه؟ مقدم على مقدم بيساوي تالي على تالي. جي كوكب على واحد بجي كوكب هتساوي جي ارض على 8، يعني 8 جي ارض، جي ارض على 8، يعني الاجابة هتكون ده. السؤال بعده: كوكبين A و B لهما نفس الجاذبية، يبقى عجلة جاذبية A زي عجلة جاذبية B على سطحهم، ولكن الكوكب بي نصف قطره ضعف نصف قطر الأرض، يعني نصف قطر الكوكب ايه تاني، الكوكب بي نصف قطره يبقى آر بي مالها؟ ضعف نصف قطر الكوكب ايه، ماشي. وكتلته كانت كتلة ايه؟ كتلة ايه عبارة عن ام. المطلوب عايزين كتلة بي كام وكام ام، كام ام. طيب احنا هنبدأ من المعادلة دي، ان العجلة على الكوكب ايه بتساوي العجلة على الكوكب بي. جي دي عبارة عن ثابت الجاذب العام
في كتلة ايه على ار ايه تربيع، والجي دي بيساوي ثابت الجذب العام في كتلة بي على ار بي تربيع، تقوم الجي تروح مع الجي. طيب الام ايه، الام ايه عندك بتساوي ام ماشي، والار ايه بتساوي ايه؟ لا احنا مش عندنا ار ايه، عندنا ار بي، خلاص يبقى سيب ار ايه تربيع زي ما هي. الام بي مطلوبة. طيب والار بي، بص كده الار بي بتساوي اتنين ار ايه. طيب وانا اشيل الار بي واكتب مكانها اتنين ار ايه، ليه؟ هي دي ار بي، دي مش ار بي، دي ار بي تربيع، فلما تيجي تكتب مكانها اتنين ار كمان دي تربعها. يبقى اذا كانت الار بي بتساوي اتنين ار ايه، يبقى الار بي تربيع هتساوي ربع دي اربعة ار ايه تربيع، فانا هشيل دي واكتب كده اربعة ار ايه تربيع، تقوم دي تروح مع دي، ويبقى عندك دي في واحد، يبقى كتلة بي في واحد بكتلة بي بتساوي ام في اربعة، يبقى اربعة ام، يبقى كتلة بي هتساوي ايه؟ اربعة ام. اربعة ام فين؟ اربعة ام الاختيار ده. السؤال اللي جاي ده فيه ملحوظة حلوة اوي. قمر صناعي كتلته ام يتحرك في مسار دائري نصف قطر ار حول كوكب كتلته ام كابيتال، فتحسب السرعة المدارية بالعلاقة ايه؟ بنقول السرعة المدارية بيساوي جذر قمر جي ام مين؟ ام الكوكب، يعني دي ولا دي؟ لا دي ام كوكب، لان السرعة المدارية للقمر لا تتوقف على كتلة القمر على الار. طيب هل دي هي الاختيار الف؟ لا، ده الاختيار الف معوض بالام سمول اللي هي كتلة القمر، والسرعة المدارية فيها كتلة الكوكب مش كتلة القمر، يبقى اوعى تتخدع في دي وتختارها. امال ايه؟ هختار الصورة دي؟ مش موجودة، ما هي الصورة دي هي هياها جي ام كابتل على الار الكل اس نص، انت ممكن تفك الجذر التربيعي تاخد القيمة دي تقول اس نص. طيب اهي موجودة، يبقى الاختيار الصحيح هو رقم ب. وخلي بالك من موضوع الام سمول والام كابتل وركز في الفكرة دي. السؤال اللي بعده، على مسافة 14000 كيلو متر من مركز احد الكواكب تكون عجلة الجاذبية 32 متر على الثانية تربيع. مش عجلة الجاذبية كبيرة؟ مش عجلة الجاذبية بتبقى 10؟ 10 دي على سطح الأرض، لكن ده قال لك كوكب من الكواكب. طيب نفترض إن في كوكب كبير كده وادي المركز، على بعد من المركز حوالي 14000 كيلو متر، في هنا عند البعد ده كده عجلة الجاذبية هنا 32 متر على الثانية تربيع. طيب العجلة بقى على بعد تاني، بعد أكبر من 14000، كام؟ على بعد 28000 من المركز، من المركز، يا ترى الجي التانية دي تبقى كام؟ طيب هنا مش هنتكلم عن ار زائد اتش خالص. ليه؟ لما بقول ار زائد اتش لما يكون مديني المسافة على بعد من السطح، من سطح الكوكب، لكن هو مديني المسافة الصحيحة من الجسم لحد المركز. يعني قصدي اقول ايه؟ مش انت بتيجي تقول ان الجي بتساوي ثابت الجذب العام في كتلة الكوكب على الار تربيع. طيب انا عندي البعدين دول على كوكب واحد، فلما اجي اعمل نسبة هتبقى ثابت الجذب العام واحد في بالنسبة للمعادلتين، وكتلة الكوكب هو كوكب واحد مش كوكبين، فهتبقى ثابتة. يبقى بين الجي والار علاقة ايه؟ عكسية. فاقدر اقول لك جي واحد على جي اتنين هتساوي ار اتنين تربيع على ار واحد تربيع، يعني هتعكس الار وتربع. طيب الار هنا ليه قلت ار ما قلتش ار زائد اتش؟ لان مديني المسافة لحد المركز، الار دي حيث ان الار هي المسافة من الجسم لحد المركز، لكن لو كان مديني في مسألة تانية المسافة من الجسم لحد السطح فبكمل اقول ايه بقى دي كده الاتش، واكمل عليها الار اللي هي نصف قطر الكوكب. طيب جي واحد قال لي اول جي ب32 وجي اتنين مطلوبة، والمسافة التانية اللي هي 28000 والمسافة الاولى اللي هي 14000 الكل تربيع لان دي ار تربيع، هيطلع 32. طب ما حولتش ليه من كيلو متر لمتر؟ اصلها نسب، هتضرب فوق في 1000 وتحت في 1000، هي ايه؟ هي ايه؟ هتطير مع بعض. على جي اتنين هتطلع دي كام؟ اربعة لواحد. طيب مقدم على مقدم تساوي تالي على تالي، يبقى جي اتنين على واحد بجي اتنين هتساوي 32 على اربعة فيها التمانية متر على الثانية تربيع،
يبقى نقول 8 متر على ساعة تربيع، تبقى الإجابة ألف. اللي بعده، وضعت كرة مجهولة الكتلة، كرة مجهولة الكتلة على بعد 4 من 10 متر من كرة أخرى، على بعد 4 من 10 متر من مركز كرة أخرى، من مركز كرة أخرى. الكرة الأخرى دي كتلتها 10 كيلو جرام، فكانت قوة التجاذب 8 × 10 سالب 8، فتكون الكرة المجهولة دي كتلتها كام؟ فهنقول إن إحنا عندنا قوة التجاذب المتبادلة بين جسمين عبارة عن ثابت الجذب العام في كتلة الكرة الأولى مضروبة في كتلة الكرة الثانية على مربع البعد بين مركزيهما. هنعوض عن الإف ب8 × 10 أس سالب 8، وثابت الجذب العام 6.67 × 10 أس سالب 11. الكتلة الأولى ب10 والكتلة الثانية مجهولة، والبعد بينهم 4 من 10 بس بكل تربيع، دي كأنها على واحد وعايزين ام 2 في طرف. ام 2 هتساوي الطرف المتصل على الطرف اللي فيه مجهول، 8 × 10 أس سالب 8 في 4 من 10 كل تربيع على 6.67 × 10 أس سالب 11 في 10، هتطلع معاك 19.19 من 100، يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم ب. السؤال اللي جاي ده فيه فكرة عايزة تركيز للطالب. قمر صناعي يدور في مدار دائري حول الأرض على ارتفاع 230 كيلو متر فوق سطح الأرض، يبقى أنت عندك آدي الأرض وآدي مركز الأرض. القمر الصناعي ده بيدور على ارتفاع من سطح الأرض، ما قالكش على ارتفاع من مركز الأرض، يعني هو مش اداك الآر اللي احنا عايزينها. يدور على ارتفاع من سطح الأرض 230 كيلو متر، 230 كيلو متر، يعني دي عايزة تتحول، ماشي. علما بأن متوسط نصف قطر الأرض، يبقى نصف القطر ده الجزء اللي تحت ده نصف قطر الأرض عبارة عن 6.38 × 10 أس 6، دي مش محتاجة تحويل، دي بالمتر، أما دي بالكيلومتر دي هتضرب في 1000 عشان تبقى متر زيها. وكان الزمن اللي لازم يكمل دورة واحدة حول الأرض، الزمن الدوري، لازم الزمن اللازم لإتمام دورة اسمه الزمن الدوري 89 دقيقة، فاحنا بنضرب في 60 عشان نجيبها بالثانية. تكون كتلة الأرض دي بتساوي إيه؟ عشان أجيب كتلة الأرض هحتاج يكون مثلا السرعة المدارية للقمر بتساوي جذر جي في إم أرض على الآر، بس أنا مش عندي السرعة المدارية للقمر، فحاول أجيب السرعة المدارية للقمر من الزمن الدوري. طيب إزاي بقى؟ هنقول إن السرعة عبارة عن 2 باي ار على الزمن الدوري، السرعة بتساوي المسافة، مسافتك هنا المحيط القمر المحيط ده على الزمن الدوري، ادي ال 2 والباي ب3.14 من 100، والار، الار بقى هنجيبها لوحدها، الار البعد ما بين القمر لحد المركز، ما باخدش انا البعد من القمر لحد السطح، سطح الارض لا، انا عايز لحد المركز، فانت هتجمع المسافة دي والمسافة دي، 230 هتخلي جنبها 3 اصفار عشان تبقى بالايه بالمتر، تجمع معاها 6.38 من 100 في 10 أس 6، هيطلع معاك المسافة دي حوالي 6.614 اصفار، تمام. طيب هنيجي بقى نشيل الار دي ونكتب المسافتين اللي احنا جمعناهم، 6.614 اصفار على الزمن الدوري، الزمن الدوري اللي هو 89 في 60 عشان احنا عايزينه بالثواني، 89 في 60، هتطلع السرعة، هنكتب جميع الأرقام اللي طلعت معانا، يعني معظمها 7.7.7.3.6، تمام. ادي ايه؟ ادي السرعة. نيجي بقى نقول السرعة المدارية للقمر بتساوي جذر القمر جي ام على الار، عشان نقدر نجيب الام من تحت الجذر المربع، يبقى الفي تربيع بتساوي تربيعة الطرف ده انك تشيل الجذر بس، يبقى جي في ام على الار، عايزين الام للارض في طرف، يبقى الام هتساوي الطرف المتصل في تربيع في ار على الجي، الفي تربيع احنا جبنا الفي اللي هي 7.7.7.3.6 بس الكل
تربيع، دي السرعة هنربحها عشان القانون عايز كده. والآر، الآر المسافتين اللي احنا كنا جمعينهم في الأول، ادي الآر اهي في 6 6 1، وعندك هنا 4 أصفار. على الجي ثابت الجذب العام 6 67%، في 10 أس سالب 11، هيطلع معاك الناتج حوالي 9.5 × 10^24، يعني بالتقريب هي مش 9، هتطلع 5، 5.9 × 10، 5.9 × 10^24، يبقى هي بالتقريب 6، 5 و9 تقريبها 6 × 10^24، يعني هيطلع الناتج هيكون رقم جيم. السؤال بعد كده، ثابت الجذب العام يعتمد على قيمة جي. ثابت الجذب العام قيمة ثابتة ما تعتمدش على حد، يكون أكبر قيمة على سطح الأرض، ثابت كوني، ثابت في كل مكان على سطح الأرض وبره الأرض، يستخدم فقط عندما تكون الأرض إحدى الكتلتين، قلنا ثابت كوني. ثابت كوني له قيمة ثابتة، أيوة الإجابة ده. السؤال اللي بعده، تدور 3 كواكب كي وإل وإم حول الشمس، تكون علاقة بين الأزمنة الدورية التلاتة إيه؟ عايز يقارن بين الزمن الدوري للتلاتة دول. طيب والزمن الدوري هنقارن بناء عن ايه؟ ايه الاختلاف اللي بين الـ3 أجسام دول او بين الـ3 كواكب دول؟ الاختلاف في نصف القطر. هل الزمن الدوري بيتوقف على نصف القطر؟ تعال نشوف ده. السرعة المدارية للقمر ممكن اقول انها عبارة عن 2 باي ار على تي، واقدر اربحها، يعني اقول في تربيع بالساوي، ربع دي كده 4، وهنا باي تربيع، ار تربيع، تي تربيع. وفي نفس الوقت السرعة بتساوي جذر قمر جي ام على ار، ربعها هتبقى الفي تربيع، وتربيعة الطرف ده شيل الجذر بس. تمام، الفي تربيع هي الفي تربيع، فهساوي الطرف ده بالطرف ده، يعني 4 باي تربيع ار تربيع على تي تربيع هتساوي جي ام على الار، اضرب طرفين في وسطين يبقى جي ام تي تربيع بتساوي 4 باي تربيع ار تكعيب. طيب بما ان جي قيمة ثابتة وكتلة الكوكب قيمة ثابتة والاربعة قيمة ثابتة والباي قيمة ثابتة، يبقى تي تربيع بتتناسب طردي بس مع الار تكعيب. المهم انه تناسب طردي، يعني لما الار تزيد التي تزيد، فبالتالي اللي نصف قطره اكبر هيبقى زمنه الدوري اكبر. يبقى عندك هنا هنقول ان الزمن الدوري لام هيبقى اكبر من الزمن الدوري لـ L، هيبقى أكبر من الزمن الدوري لـ K، يبقى الاختيار الصحيح TM أكبر من TL أكبر من TK، يبقى الاختيار هيكون ألف. تعالى نشوف السؤال المقالي ده، قمر صناعي يدور في مسار على ارتفاع 300 كيلو متر من سطح الأرض مش من المركز، يبقى أنا عندي الأرض أهي ودي مركزها، وعلى ارتفاع 300 كيلو هزود 3 أصفار عشان احول من كيلو متر لمتر. في هنا قمر صناعي، القمر الصناعي ده بيدور حوالين الارض على ارتفاع 300 ألف متر من السطح، احسب سرعته في مداره، احسب سرعة القمر في مداره، علما بان الار نصف قطر الارض، الار اللي هي نصف قطر الارض كام؟ 6 3 7 8، وقدامها 3 أصفار عشان أحول من الكيلومتر للمتر، وعجلة الجاذبية على السطح 9.8. طيب هتعامل ازاي عشان أجيب السرعة في المدار؟ أنا ما عنديش كتلة الأرض، ففي الحالة دي هقول مش السرعة بتساوي جذر قمر جي إم على الآر، افرض ضربت في آر على آر، ساعتها هتبقى السرعة بتساوي ادي الجي وادي الام، وار في ار بار تربيع، ولسه في ار فوق في البسط اهو، جي ام على ار تربيع دي شدة المجال، يبقى السرعة بتساوي شدة المجال عندها، شدة مجال الجاذبية عند النقطة اللي بيدور او عند المكان اللي فيه القمر، شدة الجاذبية هنا في الار، الار اللي هي من اول القمر لحد المركز، الار موجودة، الار موجودة. وخلي بالك القانون البسيط ده هيجيب لك السرعة المدارية للقمر اللي هو جاز جي في ار، الار موجودة ولكن الجي اوعى تقول اوعى تعوض بالتسعة وتمانية من عشرة، التسعة وتمانية من عشرة شدة المجال عند السطح،
اما الجي اللي احنا نقصدها عشان تجيب لك السرعه المداريه للقمر هي جي اللي عند مدار القمر. طيب يبقى مشكلتنا في الجي. طب هنجيب الجي ازاي واحنا اصلا عندنا كتله الارض مش معروفه؟ ففي الحاله دي هقول انت عندك جي على السطح، عامل نسبه جي للسطح عندي على الجي اللي عند القمر هتساوي. طيب احنا لما نيجي نعمل نسبه بجي بتساوي ثابت الجذب العام في كتله الكوكب على الارض تربيع، فلما اجي اعمل نسبه للجي هنا والجي هنا مثلا او هنا او هنا مش فارقه، هبدا بمين؟ مش عامل النسبه بالجي ولا بكتله الكوكب، هي بالار تربيع بس والعلاقه عكسيه. يعني قدام جي سطح هاخد بعد القمر ار قمر تربيع، وقدام الار قمر اخد الار سطح تربيع. هتفهمني دلوقتي، الجي على السطح ب9.8 والجي عند القمر مجهوله. طيب والار عند القمر، الار عند القمر من اول القمر لحد المركز، يعني تقدر تقول 300,000 زائد نصف الكتله هو كام؟ 6.37 6.378 قصادها 3 اصفار 3 اصفار، هيطلع معاك المسافه دي كلها 6.678 3 اصفار. طيب يبقى دي هنقلها هنا 6.678 3 اصفار الكل تربيع على الار على السطح، ار السطح بالقيمة دي اللي هي 6.378 وعندك 3 اصفار الكل تربيع. تمام، هيطلع 9.8 على جي قمر، هتخلص دي بالآلة الحاسبة هتطلع 1.96. طيب عايزين جي قمر مقدم على مقدم بيساوي تالي على تالي، يبقى جي قمر هتساوي 9.8 على 1.96، يبقى جي قمر هتطلع 8.94. فنيجي بقى نقول السرعة المدارية للقمر بتساوي جذر الجي دي اللي هي الجي اللي على سطحه، الجي اللي عند المدار بتاعه اللي هي 8.9 في الار اللي احنا كنا حسبناها من الاول اللي هي اهي 6.678 3 اصفار. هتطلع السرعة دي حوالي كام؟ 7.726، يعني ممكن تقول 7.72 في 10 اس 3، هتبقى دي كده هي الايه؟ هي السرعة المدارية للقمر. نكمل السؤال اللي عايز الزمن الدوري. هنقول له الزمن الدوري تي بيساوي 2 باي ار على الفي، مش السرعة كانت بتساوي المسافة على الزمن، يبقى الزمن يساوي المسافة على السرعة. طيب ادي التي وادي التو والباي ب3.14 والار الكبيرة اللي احنا جمعناها اللي هي كانت اللي جمعنا فيها البعد ده والبعد ده لانه عايز زمن دورة القمر، فبالتالي هناخد هنا الستة 6.783 على السرعة اللي احنا كنا حسبناها، السرعة اللي احنا حسبناها اهي 7.72 في 10 اس 3، هيطلع معاك الناتج 5.43 في 10 اس 3. ممكن تظهر لك كده 5.4.3.2، بتحرك العلامة وبتحسبها ماشي. طيب بعد كده طالب العجلة المركزية، العجلة المركزية أثناء حركته هنقول الاي بيساوي في تربيع على ار، الفي نهين اللي احنا حسبناها 7.72 في 10 اس 3 بس الكل تربيع على الار الكبيرة اللي هي 6.678 3 اصفار اللي هي الار الاتش زائد الار، هيطلع معاك 8.92 متر على الثانية تربيع. السؤال بعده، أي نقطة من سطح الأرض يكون لها أكبر سرعة خطية بالنسبة لمحور دوران الأرض؟ هل النقطة عند خط الاستواء أم تلك النقطة التي تكون عند مدار الجدي والسرطان؟ لازم نكون فاهمين الأرض مش كروية تماما ولكن هي مفلطحة، بمعنى إن المركز الأرض أهو، خط الاستواء أبعد حاجة، القطبين أقرب حاجة، وبالتالي نصف القطر بالنسبة لنقطة عند خط الاستواء بتبعد كتير عن مركز الأرض. لما احنا هنقول ان الزمن الدوري واحد، الارض بتتم دورة كاملة
في 23 ساعة و56 دقيقة و94 ثانية، يعني زمن دوري محدد معروف قيمته. فالسرعة بساوي 2 باي ار على اي تي، وأدام التي ثابتة يبقى بين السرعة والار علاقة طردية، فكل ما زاد نصف القطر كل ما زادت السرعة، وبالتالي السرعة العظمى بتبقى عند خط الاستواء، يبقى عند خط الاستواء هي اللي هتبقى السرعة الأكبر. تعالوا نشوف الامتحان رقم 12. الأسئلة من 1 لـ6، جسمين كتلتهم M1 وM2، المسافة بين مركزيهما r، وقوة التجاذب المتبادل بينهم 12 نيوتن. يبقى القوة دي عبارة عن ثابت الجذب العام في كتلة الأول في كتلة الثاني على مربع البعد بين مركزيهما. القيمة دي كام؟ القيمة دي قيمتها 12 نيوتن، فتكون قيمة قوة التجاذب بينهم إذا ضاعفنا كتلة إحدى الجسمين. يعني إيه؟ يعني مش هنعمل حاجة في ثابت الجذب العام ولا الكتلة الأولى، الكتلة التانية هنضاعفها والأر زي ما هي، هيكون الناتج 2 ما كانت عليه، هي كانت 12، 12 في 2 تبقى 24، يبقى الإجابة هنا هتكون 24، يعني اختيار ألف. طيب عايز قيمة قوة التجاذب إذا ضاعفنا كتلة كل من الجسمين، يبقى هرجع للمعادلة الأولى وأقول الجي زي ما هي، بس إحنا هنعمل المرة دي هنضاعف كتلة كل من الجسمين، يعني M1 تبقى الضعف وM2 تبقى الضعف، لكن نصف القطر زي ما هو، 2 في 2 بـ4، يبقى 4 ما كانت عليه، هي كانت 12، هتبقى 4 أمثالها، يبقى الناتج 48، فتبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم ده. طيب إذا قلت الكتلة إحدى أو قلت كتلة إحدى الكتلتين للتلت، يعني إيه؟ يعني آدي الإف ثابت الجذب العام زي ما هو، وواحدة منهم قلت للتلت، قلت كتلة إحدى الكتلتين للتلت، ماشي، والمسافة اللي بينهم زي ما هي، هتبقى تلت ما كانت عليه، هي كانت 12، تبقى تلت ال 12، يعني تبقى 4، فتبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم ده. طب إذا قلت كتلة كل من الكتلتين للنصف وقلت المسافة بينهم للربع، يبقى الكتلتين هيقل النص، أدي الإف ثابت الجذب العام زي ما هو، إيه زي ما هو، الكتلة دي هتقل النص والكتلة دي هتقل النص، والمسافة اللي بينهم هتقل للربع، بس احذر بقى في المسافة لأن المسافة متربعة، فتبقى ربع الكل تربيع. يبقى أنت عندك هنا نص في نص بربع، مقام البسط مقام، ودي 1 على 16 تربيعة الأربعة، الأربعة فيها الواحد هنا فيها الأربعة تطلع فوق تبقى 4، 4 ما كانت عليه، يعني هي كانت 12، 12 في 4 تبقى 48، فيبقى الإجابة هنا هتبقى 48، يبقى الإجابة ب. طيب إذا زادت كتلة كل من الكتلتين إلى الضعف وقلت المسافة إلى النصف، قال إذا زادت كتلة كل منهما للضعف، يبقى أدي الإف ثابت الجذب العام زي ما هو، الكتلة الأولى هتزيد للضعف والكتلة التانية هتزيد للضعف، زادت كتلة كل منهم والمسافة هتقل النص، خلي بالك من المسافة، المسافة ار تربيع تتربع، يبقى فوق في 4 وتحت في ربع، تطلع فوق 16، هتبقى 16 ما كانت عليه، بس يبقى يعني ايه؟ يعني 16 في 12، 16 في 12 بـ192. هل هو طالب انها بقت كام؟ خلي بالك المسألة دي مهمة جدا، قال لك فإن قوة التجاذب تزيد بمقدار ايه؟ هي كانت 12 بقت 192، زادت ولا ما زادتش؟ زادت، زادت بمقدار ايه؟ اطرحهم من بعض وانت تعرف المقدار اللي هي زادته، يبقى 192 شيل منها 12 هيطلع معاك الناتج 180، يبقى زادت بمقدار 180، كمل على 12 180 هتديك الناتج اللي احنا حسبناه 192. طب اذا قلت احدى الكتلتين للربع يكون مقدار النقص في قوة التجاذب، يعني الكتلة الأولى قلت للربع والكتلة التانية قلت للربع وثابت الجذب العام زي ما هو والمسافة زي ما هي، هتبقى 1 على 16، 1 على 16 مما كانت عليه، هي كانت كام؟ 12. طيب يبقى الكتلتين لما يقلوا للربع يبقى النقص في قوة التجاذب هيحصل له ايه؟ يبقى انت دلوقتي هتقول لما الكتلتين، هو لا استنى، هنا في ملحوظة صغيرة، إذا قلت إحدى الكتلتين، أيوة هنا إحدى الكتلتين مش الاتنين بس، يبقى خلي بالك من النقطة دي هنعيدها تاني، ثابت الجذب العام زي ما هو، الكتلة الواحدة منهم هي اللي قلت الربع والتانية ما حصلهاش حاجة، كتلة واحدة قلت للربع والمسافة زي ما هي، هتبقى ربع،
ربع ما كانت عليه، هي كانت 12، ربع ال 12 3، يبقى قلت بمقدار قد ايه؟ هي كانت 12 اصبحت 3، قلت بمقدار قد ايه؟ اطرحهم تعرف قلت بمقدار قد ايه؟ هتعرف انها قلت بمقدار 9، فتبقى الاجابه هتبقى د. اللي بعده من الوحدات المكافئه لثابت الجذب العام. احنا عندنا الاف بيساوي ثابت الجذب العام في الكتله الاولى والكتله الثانيه حاصل ضرب الكتلتين على مربع البعد بين مركزيهم. طيب عايزين نخلي ثابت الجذب العام في طرف، يبقى ثابت الجذب العام هيساوي اف ار تربيع على ام واحد في ام اتنين. تيجي نستخلص من هنا واحده وحده اللي هنا هيبقى نيوتن في متر مربع على كيلو جرام تربيع، ما ده متر تربيع وده الكتله وكتله، يعني كيلو جرام في كيلو جرام في كيلو جرام تربيع، يبقى نيوتن في متر مربع على كيلو جرام تربيع. هل دي موجوده؟ اهي نيوتن في متر مربع على كيلو جرام تربيع، يبقى الاجابه الصحيحه هتكون رقم ج. السؤال بعده، كم تكون عجله الجاذبيه عند ارتفاع اتش من سطح الارض، حيث ار نصف قطر الارض وجي عجله الجاذبيه عند سطح الارض. طيب ادي الارض، وادي مركزها، وادي سطحها، وادي الجسم اللي على بعد من السطح اتش. تمام، الجسم ده عجله الجاذبيه او شده المجال عنده تختلف عن شده المجال عند نقطه على السطح. شده المجال عند نقطه على السطح اسمها جي، والمسافه ما بين السطح والمركز نصف قطر الارض. فاحنا دلوقتي لو جبنا جي سطح ارض، جي سطح الارض، يعني العجله عند النقطه دي على السطح هتبقى ثابت الجذب العام في كتله الارض على البعد ما بين الجسم والمركز، البعد ما بين الجسم والمركز ار، تبقى ار تربيع. طيب لو حبينا نجيب الجي على ارتفاع، الارتفاع ده عايزين نجيب عجله الجاذبيه، هنقول ثابت الجذب العام في كتلة الكوكب على الار، شوف الجسم فين وشوف المركز فين، فاحنا عايزين المسافة دي ونربعها، يبقى اتش زائد ار الكل تربيع، اتش زائد ار الكل تربيع. تعال نقسم دي على دي، يبقى جي سطح على جي ارتفاع، ممكن تكتبها كامل الأول، هتقول ثابت الجذب العام في ام على ار تربيع، بدل ما تقسم هتضرب وتقلب المقام بسط والبسط مقام، اتش زائد ار الكل تربيع على جي ام، دي تروح مع دي، يبقى عندك الجي اللي على السطح اللي انت مسميها جي على جي على الارتفاع اللي انت عايزها بدلالة الجي بتساوي اتش زائد ار الكل تربيع على الار تربيع. هي مش موجودة الصورة دي، ففي الحالة دي هعمل ايه عشان ابقى شبه الصورة من دول؟ هضرب في واحد على ار تربيع واضرب هنا في واحد على ار تربيع. طيب ايه اللي هيحصل؟ ادي جي وادي الجي على السطح على الارتفاع، ده جي ارتفاع، هيساوي الاتش زائد ار كل تربيع، دي عبارة عن اتش زائد ار في اتش زائد ار، ما دي اتش ار كل تربيع دي عبارة عن كده، والواحد على ار تربيع دي عبارة عن واحد على ار في واحد على ار، وهنا لما تضرب دي في دي هتبقى واحد. طيب تعالى كده نكملها، هنقول ايه؟ ادي جي على جي على ارتفاع هيساوي، هوزع دي كده يعني ايه؟ فهمني، واحد على ار هتبقى مضروبه في اتش زائد ار لوحدها، وواحد على ار التانيه، تعالى بس نظبطها كده اهي، نظبطها هنا، هنقول ادي جي على جي ارتفاع هيساوي واحد على ار هنضربها في اتش زائد ار، وواحد على ار التانية هنضربها في اتش زائد ار التانية على الواحد. ادي جي على جي ارتفاع هيساوي، اضرب دي كده وتتوزع، واحد على ار تتوزع، يبقى اتش على ار زائد واحد، واحد على ار في ار تبقى واحد، وهنا اتش على ار زائد واحد على واحد، يبقى جي على جي ارتفاع هتساوي، هناخد منهم واحدة اتش على ار زائد واحد الكل تربيع على واحد. طب ما تيجي نضرب طرفين في وسطين، يبقى جي في واحد بجي، او خلينا نقول ايه بقى، مش طرفين في وسطين، خلينا ناخد دي في طرف، نقول الجي دي مقدم على مقدم بيساوي تالي على تالي، يبقى جي الارتفاع هتساوي الجي الخاصة بالارض على اتش على ار زائد واحد الكل تربيع. تعال ندور على الاختيار ده موجود فين،
ادي جي وادي واحد زائد اتش على ار الكل تربيع، يبقى الاختيار الصحيح هيكون الف. السؤال بعده، كوكبين ليهم نفس الكتله نصف قطريهما ار واحد وار اتنين، عجله جاذبيه ليهم جي واحد وجي اتنين، هتكون العلاقه بين عجلتي الجاذبيه بتساوي ايه؟ يبقى احنا عندنا كوكب هنا وفي كوكب تاني ليهم نفس الكتله، ده ام وده ام، وجسم هنا على السطح وجسم هنا على السطح، بس نصف قطر الاولاني ار واحد ونصف قطر التاني ار اتنين. تعالى نجيب الجي الواحد، هنقول ثابت الجذب العام في كتلة الكوكب اللي هي ام على ار واحد تربيع، ودي تبقى جي واحد للجسم ايه الاولاني او للسطح الاولاني. طيب بالنسبة للكوكب التاني هنقول جي اتنين هيساوي ثابت الجذب العام في كتلة الكوكب التاني اللي هي زي كتلة الاولاني على المرة دي هنقول ار اتنين تربيع. طب تعالى نقسم جي واحد على جي اتنين، هنقول ثابت الجذب العام ام على ار واحد تربيع في، ونعكس ادام ضربنا يبقى ار اتنين تربيع على جي في ام، دي هتروح مع دي، يبقى جي واحد على جي اتنين هساوي ار اتنين تربيع على ار واحد تربيع، ار اتنين تربيع على ار واحد تربيع هتبقى الاجابه ب. السؤال اللي بعده، قمران يدوران حول كوكب في مدارات شبه دائريه، القمر ايه نصف قطر مداره ار ايه، والقمر بي نصف قطر مداره 4 ار، يبقى انت عندك هنا 4 ار، اما ار ايه عبارة عن ار واحدة. يستغرق القمر ايه 20 يوم، ده زمن 20 يوم لاكمال دورة كاملة، ده زمن دوري ادام تم من خلاله دورة كاملة. كم يستغرق القمر بي لاكمال دورة كاملة؟ بيسأل على الزمن الدوري لبي. طيب ايه المعلومات اللي عندنا؟ المعلومات انصاف الاكتر والمطلوب زمن دوري، في علاقة بتربط بين الاتنين تخليك تحل المسألة بسهولة، بس القانون ده جه منين؟ بعد ما خليك تحل السؤال أقولك القانون جه منين. إن التي تربيع بتتناسب مع الأر تكعيب، علاقة مهمة جدا هتخليك تعرف تحل مسائل زي المسألة دي، فتقدر تقول تي واحد تربيع على تي اتنين تربيع بتساوي أر طردي أر واحد تكعيب على أر اتنين تكعيب. التي واحد اللي هي 20 بس الكل تربيع، وتي اتنين مطلوبة بس احنا هنجيبها متربعة اهي، يبقى ناخد الجذر هيساوي ار واحد، ار واحد اللي هي ار ايه اللي هي ار تكعيب، اما ار اتنين اللي هي 4 ار الكل تكعيب. ادي 20 الكل تربيع، وادي تي اتنين تربيع او تي بي تربيع زي ما انت عايز تسميها، وادي الار تكعيب، والاربعة لما تكعبها تعمل 64، والار لما تكعبها تطلع ار تكعيب، دي هتطول مع دي. يبقى انت دلوقتي هتقول عايزين ده في طرف، يبقى تي اتنين تربيع بتساوي الطرف المتصل على الطرف اللي فيه مجهول، يعني تقدر تقول 20 تربيع في 64 على واحد. طب ما تيجي ناخد الجذر، يبقى التي بس هتاخد جذر الكلام ده هتطلع ب160 يوم عشان انت محولتش، وبالتالي الاجابة هتبقى جي. طيب القانون ده جه منين؟ انت بتتكلم عن السرعة المدارية للقمر، الفي بتساوي جذر قمر، تمام. طب ما تيجي نربعها، يبقى الفي تربيع بتساوي ربع الطرف ده، يبقى انت شلت الجذر. طيب وفي قانون تاني للسرعة اللي هو 2 باي ار على تي، ما تيجي نربعها هي كمان، يبقى الفي تربيع بتساوي ربع الاتنين تبقى 4، والباي تبقى باي تربيع، والار ار تربيع، والتي تي تربيع. هنعمل ايه بقى؟ هنساوي دي بدي، الفي تربيع هي الفي تربيع، يبقى جي ام على الار هتساوي 4 باي تربيع ار تربيع على تي تربيع. طيب هنضرب طرفين في وسطين، يبقى جي ام تي تربيع بتساوي، اضرب بقى الار في القيمة دي هتبقى 4 باي تربيع ار تكعيب، على اساس انت ضربت ار في ار تربيع. الجي ثابت والام ثابت والاربعة ثابت والباي تربيع ثابت، اذا تي تربيع بتتناسب مع الار تكعيب، يبقى من حقك تقول تي واحد تربيع على تي اتنين تربيع بتساوي ار واحد تكعيب على ار اتنين تكعيب اللي احنا حلينا بيه من شوية. سؤالي بعده، اذا كانت كتلة كوكب عطارد، يبقى انت عندك الكتلة الكوكب 3.3 × 10^10^23، ونصف القطر عبارة عن 2439/10^6 متر، مش محتاج تحويل، فكم يكون وزن جسم كتلته الكتلة الجسم ام جسم عبارة عن 65 كيلو جرام على سطح، وكم يكون وزن نفس الجسم على سطح الارض؟
عشان اجيب وزن الجسم على كوكب عطارد لازم اعرف شدة مجال الكوكب على السطح، يعني الجاذبية الجي اللي هي من قانون ثابت الجذب العام في كتلة الكوكب على الار تربيع، وابدأ اعوض جي بستة وسبعة وستين من مية في عشرة أس سالب 11، وكتلة الكوكب 3.3 في 10 أس 23 على الآر اللي هي 2.439 من 1000 في 10 أس 6 الكل تربيع، ما تنساش تربع، هيطلع معاك 3.7 متر على الثانية تربيع. دي كده العجلة على سطح عطارد. نيجي بقى نقول الوزن على سطح عطارد بيساوي حاصل ضرب الكتلة في العجلة، يعني 3.3، لا احنا انهي كتلة؟ انت عايز وزن الجسم، يبقى وزن الجسم هناخد كتلة الجسم اللي هي 65 في 3.7، هيطلع معاك الناتج 240 ونص نيوتن. لكن الوزن على سطح الأرض هيبقى ساعتها هنضرب الكتلة اللي هي 65 في عجلة الجاذبية اللي هي 10، هتساوي 650 نيوتن. السؤال اللي بعده، اذكر 3 من تطبيقات الأقمار الصناعية واستنتاج العلاقة التي يحسب بها السرعة المدارية للقمر الصناعي. التطبيقات زي أقمار الاتصالات تستخدم في النقل التلفزيوني والإذاعي والهاتفي، في الأقمار الفلكية ودي عبارة عن تلسكوبات كبيرة بتسبق في الفضاء بتصور الفضاء، وفي أقمار الاستشعار عن بعد، وفي أقمار الاستطلاع بالتجسس، وفي أقمار الأرصاد. عايزين نستنتج العلاقة، هنقول إن السرعة المدارية للقمر إحنا بنقول آدي الأرض وآدي القمر بيدور، ففي بينهم قوة جذب متبادلة، الإف بتساوي ثابت الجذب العام في كتلة القمر كتلة الأرض على الأرض تربيع، وفي نفس الوقت يعتبر القمر بيخضع لقوة جذب مركزي، قوة الجاذب المركزية أو قوة التجاذب المادي، ده عبارة عن قوة جذب مركزي، الإف بيساوي إم في تربيع على آر. تمام، هنساويهم ببعض، هنقول الجي إم في الإم الصغيرة على الأر تربيع بتساوي إم في تربيع على الأر. تقوم الأر تروح مع التربيع والإم الصغيرة مع الإم الصغيرة، دي إم قمر، عشان كده بنقول السرعة المدارية للقمر لا تتوقف على كتلته، يبقى الفي تربيع هتساوي جي في إم على الأر، يبقى الفي بس هتساوي جذر جي إم على الأر. السلام عليكم، إن شاء الله هنكمل حل كتاب نيوتن أولى ثانوي الترم الثاني، هنمتحن النهاردة الامتحان رقم 11 و12.